أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالهند، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس السيسي مؤكدا مؤخرا إلى الهند. وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الهندي على هامش المشاركة في أعمال الجمعيات 146 للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين، أشار جبالي إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند تعد انعكاسا واضحا لخصوصية العلاقات بين البلدين، بما تمخضت عنه من رفع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد رئيس مجلس النواب التطلع لتعزيز التعاون البرلماني المصري الهندي. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب الهندي عن اعتزازه باللقاء، مؤكدا على أنه يحمل مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب الهندي للشعب المصري. كما أعرب رئيس مجلس النواب الهندي عن تقديره التام لحالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند فتحت آفاقا واسعة من التعاون بين البلدين في شتى المجالات.